استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووجه الرئيس السيسي باستقبال الطفل الفلسطيني المصاب الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في إحدى المستشفيات المصرية. كما وجه الرئيس السيسي الجهات المعنية بسرعة التنسيق لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة. خلينا امشي لكم الجبل. شو يسافر يطلع؟ احنا المصريين طيبين. احكوا اي شيء. ايش في عمي؟ انا رجلي صار على رجلي، هي كل شيء 100%. ليش